هنا في هذه الورشة بمحافظة برج بوعرري شرقي الجزائر يتحول سعف وجريد النخيل إلى أثاث فاخر وصديق للبيئة بفكرة عابرة للحدود من مصر إلى الجزائر جسدها ناصر أبو النصر. ناصر أبو النصر، جمهورية مصر العربية، محافظة البحيرة، مركز رشيد، قرية برج رشيد. أتيت إلى الجزائر في عام 2007. جلست في الصحراء الجزائرية لمدة 4 سنوات. بدأت الخدمة على أساس تنتشر الخدمة، لأن على معلومي أن كانت الخدمة تمشي في الصحراء. فقعدت في الصحراء الجزائرية 4 سنوات. الخدمة كانت حبسة فيها لأنها ما كانتش عندها الإشهار الكافي، ما كانش الدعم الكافي. رجعت أتيت إلى برج بوعرري من 2011 لحد وقتنا هذا، وأنا مقيم في برج بوعرري. وتمنينا من الله سبحانه وتعالى أن الخدمة نطوروها بطريقة أفضل مما كان موجودة في الخيال، لأن طالما راهو السلعة موجودة، السلعة الخام موجودة، تمنينا أن احنا نطوروا الفكرة ونلاقوا الدعم من الولاية، أو من لاش نقولوا من الدولة، من الولاية اللي احنا مقيمين فيها، نلاقوا الدعم منهم أن هم يعاونونا أن احنا نعلمه الشباب، لأن دي حرفة لو تعلموها تفضل متوارثة مدى الأجيال، إن دي حاجة تقليدية، حاجة طبيعية، أفضل من الكرسي الحديد، أفضل من الكرسي البلاستيك، أفضل من أي شيء تاني، من الحاجة مستوردة، وحاجة منتوجة صنع محلي. لما نعلموها لشبابنا راح يبقى صنع محلي، منتوج محلي يقدر يعيش منها الشاب. إحنا هنا في المحل هذا نصنع الكرسي، الطبلة، الشيزلونج، كرسي الهزاز، الليستر، أبليك، فيوز، نديروا البراسول، نديروا سيباراسيو، حواجز في المطاعم، فواصل، والفبلا فوق نغلفوا المطاعم.